ايه تنو وينك؟ بدك شي مني؟ شكلك قلقانة كتير وفي شي موترك مو على بعضك، قولي لي شوفي. كيف بدي اشرح لك القصة؟ آليا أنا غلطت غلطة كبيرة كتير. وين الجديد بالموضوع؟ بس هلأ خبريني الغلط يلي عملتي، غلط قديم ولا جديد؟ آليا أنت بتعرفي من الأول أنا ما بحب كيارا، ولحتى انتقم منها ومن تصرفاتها معي فكرت شو لازم ساوي، وبعدين عملت معها شيء ما كان لازم ساوي بالمرة. حاج تحكي معي بالألغاز، احكي لي القصة بشكل أوضح. طيب رح أحكي لك كل شيء، اسمعيني آليا. الحقيقة أنا حطيت زيت على الدرج وخليت كيارا توقع. ساني أنا كان لازم أعمل شيء، آليا هي كتير عم تقهرني. صرصور؟ وين الصرصور؟ بالأول حطيت حد بالشوكولا وأكلتها مثالي، ولما فشلت خطة المي والشوكولا حطيت لها زيت على الدرج. على مهلك يا عيني، على مهلك حبيبتي، راسك ما فيها شيء. لك تنو انت اكيد صاير شي لعقلك، كيف ممكن تكوني بالعقل لهالدرجه؟ تجاوزتي كل الحدود والخطوط الحمراء بهالتصرف هاد.